وبالعودة من جديد هذه المرة لأحمد عزام محلل أسواق المال في مجموعة إيكويتي، أهلا بك معنا على شاشة سي أم بي سي. يعني حديثنا كان في سؤالنا هو عن معدلات التضخم التي نترقبها أيضا في الاقتصاد الأمريكي، والمتوقع أن تتباطأ عن 6% بالنسبة لهذه البيانات لشهر مارس. برأيك إلى أي مدى ربما هذه البيانات قد تحدد مسار الفيدرالي الأمريكي، ولربما استمراره برفع الفائدة كما تسعرها الأسواق 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل؟ صباح الخير مرة ثانية. نعم، بكل تأكيد أرقام التضخم يوم الأربعاء مهم جدا متابعتها بعد تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان يعتبر جيد نوعا ما. بكل تأكيد متوقع أن يسجل التضخم الرئيسي المؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إن تباطؤ إلى مستويات 5.2 من 6% للشهر التاسع على التوالي، لكن التضخم الأساسي المؤشر اللي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي متوقع أن يسجل بعض الارتفاعات. هنا الخطورة ساري بأن المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة، يستثني المكونات في التضخم المتقلبة جدا، لا يزال يسجل ارتفاعات. هذا ما كنت قد ذكرته سابقا قبل 3 أشهر تقريبا بأن هذا التضخم يعتبر مهم جدا، لأنه قد يعطي إشارات بأن التضخم ليس لفترة بسيطة وسوف يتم زواله، لا بل هو تضخم قد يكون راسخ اقتصاديا. المكونات تسجل ارتفاعات بين الحين والآخر عند حسابها أساسيا، فهنا على ما أعتقد أنها إشارة قد تكون إشارة مخيفة اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع بدء خفض الإنتاج للنفط. بكل تأكيد قد يشكل ذلك مخاطر على التضخم بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالنسبة للسياسة النقدية على ما أتوقع دورة تجديد السياسة النقدية شارفت على النهاية 25 نقطة أساس في اجتماع شهر 5، قد تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة على أبعد تقدير لحتى الآن بناء على الظروف الحالية. أرقام التضخم قد تدفع ذلك بأن 25 نقطة أساس قد تكون كافية، بأن احتمالات السوق حاليا 6%، كما أن تقرير الوظائف يوم الجمعة كان أيضا دافع بالنسبة للفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد على الاكتفاء ب 25 نقطة أساس، حدة أقل مما كانت تتوقع الأسواق قبل الأزمة المصرفية. الجدير بالذكر هنا سالي بأن بكل تأكيد شروط الائتمان وتجديدها في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها أثر سلبي على النمو، مما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لمتابعة أرقام النمو في الفترة الماضية بناء على كلام جيروم باول في المؤتمر الأخير بأن شروط الائتمان وتجديدها على المصارف قد تكون بمثابة رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد. فبكل تأكيد نحتاج متابعة أرقام النمو في الفترة القادمة وتأثيرها، وأرقام التضخم فيما بعد اجتماع شهر مايو للوقوف على نهاية دورة تجديد السياسة النقدية. سالي، يعني ربما في هذا الوقت يتزامن كذلك مع موسم النتائج تحديدا البنوك، ربما هذا الموسم يكون غير مشابه عن غيره من المواسم السابقة تحديدا في ظل الأزمة التي شهدناها على القطاع المصرفي. برأيك لأي مدى سوف يكون أثرها، ولا تزال التوقعات؟ كنا شهدنا لأكبر 6 بنوك أمريكية، هناك بعض البنوك التي أشارت توقعات بأننا سوف نشهد انخفاض بالنسبة لنتائجها خلال هذه الفترة. نعم، حالة استثنائية حاليا في موسم الأرباح خاصة للبنوك كما ذكرتي. بكل تأكيد عند النظر إلى الأزمة المصرفية والمخاوف من العدوى بكل تأكيد لها تأثير كبير جدا، لكن إشارة صغيرة قد تكون استفادة للبنوك الكبرى ونتائجها وهي انتقال الأموال من البنوك الصغيرة إلى البنوك الكبيرة. لكن عند ذكر البنوك الكبرى 6، على ما أعتقد قد قرأت التقرير في الأمس بأن الأموال الاحتياطية بالنسبة لهذه البنوك ارتفعت إلى 6.2 مليار دولار، مجتمعة 6 بنوك ارتفاعا من 2.3 مليار دولار. فبكل تأكيد عند زيادة الأرقام أو المخصصات المالية من البنوك إشارتين كبيرتين، إما انخفاض موسم الأرباح بالنسبة للبنوك الكبرى أو مخاوف اقتصادية أخرى شارفة على الأزمة المصرفية أو شبيهة بالأزمة المصرفية بشكل أدق، أو حتى مخاوف من النمو الاقتصادي. كما قد ذكرت سابقا بأن التقرير للربع الأخير من عام 2022 كانت البنوك الكبرى قد زادت احتياطياتها في البنوك، مخاوف من النمو الاقتصادي على ما أعتقد أكثر من المخاوف من الأزمة المصرفية، بالرغم من أن جيمي ديمون كان قد أشار بأن الأزمة المصرفية لم تنتهي. والجدير بالذكر هنا أن 13/4 أول بنك سوف يتم الإفراج عن موسم الأرباح هو فيرست ريبابليك الذي تم إنقاذه بالفترة الأخيرة من البنوك المتعثرة. نعم أحمد، أخيرا يعني لو تحدثنا عن السيناريو المتوقع بالنسبة لقرار المركزي الكندي هذه المرة من بعد ما شهدنا تباطؤ أيضا
ايضا في معدلات التضخم التي تم تسجيلها بالنسبه للاقتصاد الكندي. برايك ما هو السيناريو المتوقع، وهل سنجد هناك تثبيت لمعدلات الفائده، وهل من الممكن ان يكون هذا التثبيت مؤقت او نهايه يعني ونهايه لدوره التشديد النقدي خلال الفتره المقبله؟ نعم، اجتماع بنك كندا على ما أعتقد يتجهون نحو تثبيت أسعار الفائدة بالنظر إلى أرقام التضخم الأخيرة 5.2 بالنسبة لأرقام التضخم على أساس سنوي عند مقارنتها بأسعار الفائدة 4.5%. فبكل تأكيد عند تقارب أرقام التضخم مع أسعار الفائدة فعلى ما أعتقد أن التوقف سوف يكون لا محالة بالنسبة له اقتصاديا. عند الوصول أو متابعة الأرقام التضخم في الفترة القادمة بالنسبة لكندا على ما أعتقد لو كندا استمرت بتسجيل أرقام بما يقارب 5% على ما أعتقد أن التوقف سوف يكون مستمر في المرحلة القادمة بالنسبة للبنك كندا. لكن لو تم ارتفاع التضخم، خاصة بأن كندا مرتبطة ارتباط وثيق بالنفط وخاصة مع خفض الإنتاج، إمكانية ارتفاع التضخم تبقى واردة، تبقى مسألة مفتوحة حاليا بالنسبة للاقتصاد الكندي. ففيما لو ارتفعت أرقام التضخم في كندا قد يتجهون إلى الإشارة لمتابعة الأرقام الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة. لكن حاليا على ما أعتقد التثبيت على طاولة بنك كندا، ولا أعتقد أن هناك أي تغيير بالنسبة للسياسة. مهم متابعة البيان بالنسبة لبنك كندا لمحاولة الاستدلال والحصول على دلائل أكثر بالنسبة للسياسة النقدية، كما قد شاهدنا سالي في البنك الأخير أو البنك الذي ثبت الفائدة مؤخرا هو أستراليا. نعم. كان قد أشار بأن التوقف قد يكون مؤقت، فعلى ما أعتقد بيان كندا قد يكون مصاحب أيضا ومشابه بالنسبة لبنك أستراليا. نعم. في يوم الأربعاء. شكرا لك أحمد عزام، وأنت محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي.